من جد تحيتنا الصباحية لكم، أهلا وسهلا فيكم مجددا أصدقائنا المشاهدين. المحطة هلأ مع دكتور علا قنطار، أعلامية وأستاذة جامعية. أهلا وسهلا فيك علا. شكرا، صباح الخير. صباح النور للاستضافة. شكرا للأو تي في يلي دايما بتميزني وبتعطيني بارت من يومها. أهلا وسهلا، أكون معكم. ميرسي. يا هلا يا هلا فيك. نحن سوا لنحكي بموضوع تراجع النظام التعليمي في لبنان، ونحكي كمان شوي علا حضرتك لأنه بين فرنسا ولبنان قد إيه عم يتكبر بد الطالب بين هلالين، خسائر معنوية ومادية لما بيكون برا لأنه وحده عم بيصارع وبده يبقى وبده يستمر ليعمل مستقبله. وفي نقاط كتير رح نحكيها مع حضرتك. أول شيء، ليه برأيك عم بيكون في تراجع للنظام التعليمي في لبنان؟ بدي بلش بداية لوجه تحية لوزير التربية الدكتور عباس الحلبي اللي هو بعتبره مناضل بهذه الظروف، وقت كل الظروف ضده عم يقدر بعده مكفي بالقطاع التربوي رغم كل الانتقادات، واكيد ما في شيء بارفي بالوقت الحالي. بس كمان بدي استنكر الاستقاله، خبريه الاستقاله امبارح، الاشاعه يعني وزير هالقد عم بضله مكفي. بتعرفي معنا اقل الامكانيات بالقطاع التعليمي حاليا بلبنان، فنحن بدل ما نمسك ايد الاخرين ونشد على ايدهم لانه ايد واحده ما بتزقف، بنضلنا نرجع ونضرب كفوف لورا، وهذا الشيء ما حيخلينا نتقدم. بدي اقول لكل اللي عم يسمعوني، اهالي وطلاب وزملاء واعلاميين وكل حدا عنده بوست ديسيجن بهيدا البلد، انه خلينا نتكاتف ايد وحده. صحيح الوضع كثير صعب، بس كمان يمكن فينا نعمل شيء تغيير لقدام. يعني شيء ما بنخفيه، مثل ما قلتي ست سحر وتفضلتي، القطاع التعليمي عم يتراجع. هيدا شيء مش قرار لا بايدي ولا بايد الوزير ولا بايد الاساتذه. دائما البيي البلد لما يكون اون كريز بيتراجع فيه القطاع التعليمي، القطاع الطبي، يعني كل الاصعده بتتاثر. فالقطاع التعليمي عم بيعيش ازمه منذ ازمه كورونا والازمه الاقتصاديه، وبعدنا عم نكفي، ما عم نقدر نلاقي علاج، عم نكفي بالامكانيات الموجوده، ويمكن هذا الشيء عم بضعفنا، ما عم بيكون عندنا خطه بديله، عم بيكون عندنا بس تسكير ازمات، لازم ناخذ نعمل من الازمه فرصه، بس كمان هذا الشيء ما بيصير بشخص واحد، لازم خلق اكيب، اكيد في تغيير بالمناهج لحتى ترد على التكنولوجيا الجديده، يعني ما فينا نقعد نقول نقوس على الناس، نحن بس بنعترف انه النظام التعليمي بحاجه الى اعاده هيكله، هذا الشيء بيصير من اصغر موظف لطالب لاهل. فاكيد نحن عم نمر بازمه كبيره والطلاب عم يدفعوا الثمن للاسف. في كمان تفاوت بالمستوى التعليمي بالنسبه للجامعات اذا بدنا نحكي على الصعيد الوطني، ويمكن كمان اذا بدنا نحكي عن الصعيد الخارجي بيننا وبين جامعات فرنسا او اوروبا او او او. كيف تشوفي هذه الصوره من عندك علا؟ التفاوت على صعيد التعليم وعلى صعيد المعلومات وعلى المستوى ببلش اول شيء انه نحن ما عندنا منهج موحد، ما عندنا منهج مجدد، ما عندنا منهج متطور، يعني المعلومات عم توصل بطريقه يمكن في اشياء ما بقى بتتحاكى مع وقتنا الحالي. صحيح. في مواد لازم صارت تتطور نغيرها، هيدا قرار دوله، يعني النظام التعليمي بحاجه لتجديد مناهج، وصار له كذا سنه ما تطور المنهج بلبنان. الجامعات عم تاخذ مبادرات شخصيه، يعني الجامعات الخاصه يمكن عم يكون عندها مقاومات اكثر، عم تاخذ فوتت التكنولوجيا على بروجراما، غيرت المنهج، دربت الاساتذه والطلاب استفادوا بالتالي، وصل لهم معلومات اكثر، صار عندهم فرص يفوتوا على سوق العمل اكثر لانه صار عندهم كومبيتانس فاريه، صار عندهم امكانيات متعدده يمكن مش موجوده بغير جامعات. وبدي وجه تحيه لاساتذه الجامعه اللبنانيه، لكل طلاب الجامعه اللبنانيه، انا خريجه الجامعه اللبنانيه، وللمسؤولين عن هالجامعه القيمين عليها بشكل عام ما بدي سمي، لانه انا برفض اقول انه الجامعه عم تنهار، هي عن جد عم تنهار، بس نحن عم نعمل المستحيل لحتى نكمل معها لقدام، كل حدا بنطاقه. انا عندي زملائي عمدة بكليات مختلفه عم بيجربوا يشتغلوا على الصعيد الضيق اللي بيقدروا عليه. نعم. لحتى بس يجددوا شوي بالمناهج، يساعدوا الطلاب يكونوا اكثر متحضرين لسوق العمل، بس هي بحاجه لاعاده هيكله. الجامعه اللبنانيه هي جامعه الوطن، نحن ما فينا نتخلى لعنا. صح، يعني علا اللي عم بتقوليه 100% صح، خاصة انه عم بيضطروا اوقات طلابنا اللبنانيين انه يسافروا الى الخارج ليجيبوا شهادة، مع ما تكبدوا مثل ما قلنا من خسائر معنوية ومادية، لانه اول شيء بعد عن اهلهم، اوقات بيضطروا هن يشتغلوا وثلاث ارباع الاوقات هيك ليقدروا يكفوا علمهم، عم بيتبهدلوا اذا فينا نقول خارج بلدهم. قد ايه نحن اذا كان في هون جامعه متماسكه ومستوى علمي كثير مهم، بطلوا يسافروا ونربح الشباب هون بالقليله. نعم، انا جربت السفر، بدي احكي عن تجربه شخصيه، صار لي من 2014 بعلم بلبنان، من 2004 بليتو بس بالجامعه كاستاذه جامعيه من 2014. يمكن انا اخر وحده كنت بفكر اطلع من لبنان، ولما خبرت تلاميذي هن انصدموا.
فلت بال 2020 واسست برا، لانه الدكتوراه اخذتها من برا كان اسهل لي اكثر من غيري. بس اذا بدي احكي ضميريا بقول حرام الشاب اللبناني والصبيه يتعرضوا للسفر والغربه لحتى يتعلموا. انا بعرف ليش عم يطلعوا، لانه برا التعليم شبه مجاني. يعني طيب بده يسجل التلميذ ماجستير كل السنه ب 350 دولار ليعمل ماستر، هون بده يبيع، بده يبيع ارضه، بشوفها بده يفوت بقرض واثنين وثلاثه، وما بقى في كريدي بانكير مثل ما كانوا قبل. اهله يا بيبيعوا ارض يا بيضطروا يتدينوا وما عم يقدر يكمل. عندنا تلاميذ انا عم شوفهم بلبنان ببلشوا اول سنه وثاني سنه بيكونوا جايبين نص منحه مثلا او شيء، وبعدين ما بيقدروا يكفوا. صح، بيصيروا بدهم يطلعوا لبرا، برا ما بيعملوا لهم الاكيفالونس، عم يرجعوا دو زيرو، عرفتي؟ ما فيهم يطلعوا لبرا عاملين سنتين هون ويقولوا ما بقى في بدي كفي برا، عم يرجعوا بيخسروا سنين. ولحتى يطلعوا لبرا مش الكل عم ياخذ منح، عم يطلعوا من المجهود الشخصي، اهلهم يمكن بيأمنوا لهم اول تريمستر، بيضطروا يشتغلوا برا، بس الشغل بالغربه منه سهل. فانا بقول لازم نلاقي حل جذري لهيدي الشباب يلي عم تطلع. اذا طلعت يا اما نحن نكون عاملين كونفنسيون مع برا، يكونوا عاطينهم منح مقبوله لحتى يقدروا يكملوا، لانه في شباب وقت تبلش تشتغل عم تترك كمان تعليمها، مش عم تقدر ترجع تكمل برا. صحيح، وقت تبلش بتقول انا عايزه مصاري، اهلي عايزين مصاري، عم بتفوت بنيفو ثاني، عم بيروح التعليم اللي هن رايحين كرماله. وشبابنا لما يطلعوا لبرا ما عندهم سي في، يعني نحن ما في جمعيات وامكانيات متواضعه عم نجرب، يمكن اصدقاء زملاء بنتواصل لنساعد اللي بنقدر عليه، بس ما بقول لك انه فينا نساعد الكل. الشباب عم بيعاني بيناتهم اولادنا، ومش يعني كل الشباب اولادنا اكيد، بس كل حدا بيقول لعائلته لحدا بيعرفه بليز ساعده، علما انه ما عم نقدر نوصل للكل. انا بحط رقمي وبعمل له شير فيسبوك كذا بقول لهم احكوني، بس مش كل الاوقات في اشخاص بتلاقي مين يساعدها. ان شاء الله يا علا هيك بيكون الشيء اللي قلتيه بمجرد او بمثابه نداء بيوصل للاذان. ان شاء الله. صرنا مثل دايما نحكي انه بدنا تغيير المناهج، بدنا تقوي الجامعه اللبنانيه لانه هي الجامعه الاساسيه بلبنان. انا كمان خريجتي جامعه لبنانيه، بشوف حالي فيها وعن جد يمكن كثار من الطلاب بيبقوا ببلدهم بجامعتهم مش مضطرين لا يسافروا ولا يتبهدلوا ولا يشتغلوا ليل نهار ليتعلموا ويكفوا علمهم. ما بقى كتير معي وقت، بس هيك بنهاية لقائنا، قديه مهم دور المرأة بالتربية، وقديه فعلا خطت خطوات جبارة نحو الأمام بهيدا المجال، وخلتنا هيك نصير نشوف حالنا أنه ليكون المرأة بهيدا المجال شو قادرة تعمل. الحمد لله بالجامعة اللبنانية وبغير جامعات وبالمدارس وبكل البوست المهمين عم نشوف نسائنا عم ينجحوا وعم يتبوقوا مناصب، لأنه المرأة مثل ما بيقولوا مالتي تاسك. فما قولك عن المرأة بالتربية يلي هي بتكون بنفس الوقت أستاذة وأم، فعاطفتها كمان تدفعها او بتدعيها انها تتعامل مع تلاميذ بجانب انساني. مع انه المراه اللبنانيه للاسف بدي اقول هلا عبر شاشتكم وبهيدا العصر اللي نحن فيه، بعد في بعض النساء هن عن جد مظلومين، هن عم بيعانوا بمجتمعهم الضيق من التعنيف، اذا مش الجسدي عم بيكون التعنيف اللفظي، الظلم، التشهير بمطارح كثيره. نحن هون بدنا نشد على يد المراه، وخاصه المراه العامله اللبنانيه يلي بتكون هي سيده بيتها وعم بتكون عم بتعبي مركزها وعم تنجح بكل المراكز، كمان عم بتعاني نفسيا، وهذا الشيء عن جد بيوجعها. ما بتقدر تكمل وتنجح اذا ضلت تعاني. واليوم نحن عاملين لقاء مثل ترويقه لتكريم سيدات رائدات بالمجتمع بأماريلا دبي هلا بعد شوي، دعما لقضيه المراه اللبنانيه. بدي اقول ان شاء الله نقدر نعمل تغيير. بيقولوا ببلش ايد واحده ما بتزقف، وقطره فوق قطره بحر. خلينا نرفع هالقضية ونعلي الصوت عالي. المرأة اللبنانية وقتها تطلع من بيتها لتشتغل، والمرأة العربية بشكل عام، كونوا معها، ما تكونوا يكونوا سند لها، ما تكونوا انتوا الحياة ضدها. حلو كثير علا، دكتور علا قنطار اعلاميه واستاذه جامعيه، اول شيء موفقه بايفنت اليوم، ان شاء الله يكون مثل ما انت بدك، وان شاء الله هيك كل هالنقاط يلي اثرناها ان كان عن الطلاب، عن التعليم، عن المراه تلاقي اذان صغير. شكرا لحضورك معنا علا. شكرا للاستضافه. اهلا وسهلا. ميرسي ست سحر. يا هلا يا هلا. اصدقائنا المشاهدين نحن بنروح لبريك صغير، بنرجع بنكون مع الاستاذ سمير توم، تابعوا هاللقاء ليخبرنا عن توقعات هذا الشهر وابراجكم 12 من الحمل إلى الحوت.